اهلا بكم من جديد اعزائي المشاهدين. استاذ عمرو ادهم عضو مجلس اداره نادي الزمالك، شرفنا فندم. اهلا يا كابتن سيف، ازي حضرتك؟ الحمد لله كله تمام، وسعيد ان انا موجود مع حضرتك. الف مبروك، ربنا يخليك. الله يبارك فيك. الله يبارك. روح جديده الحقيقه، يعني اللقطات اللي احنا شايفينها دي صور جديده. والله اعتقد ان ده يعني طبيعي، المفروض يبقى موجود في اي انتخابات، سواء كان بقى في يعني نادي الزمالك، بس يمكن المشهد جديد عليه شويه، انما اعتقد ان ده يعني ده المشهد الطبيعي اللي المفروض يبقى موجود بأي انتخابات. الناس كلها كانت داخله عندها رغبه ان هي تخدم النادي، وفي ناس اتوفقت وفي ناس ما اتوفقتش، فالطبيعي جدا جدا ان بعد يعني الانتخابات الناس تقابل بعض وتلتقي وتفضل العلاقات موجوده، واللي موجود في المجلس بيعمل لصالح نادي الزمالك، واللي بره المجلس وعايز يساعد النادي. اعتقد ما قلتش حضرتك من خوض الانتخابات؟ والله بص، انا هقول لك حاجه، انا بالنسبه لي موضوع جديد جدا، هو موضوع متعب جدا جدا بالنسبه لي انا، بره يعني بره القصه دي، اول مره في حياتي اخش التجربه دي. اللي شجعني حاجتين، الحاجه الاولانيه انا كان عندي تجربه مع لجنه الكابتن حسين لبيب قبل كده، والحقيقه احنا يعني الحمد لله ربنا وفقنا، توفيق كان من ربنا كبير ان احنا قدرنا نعمل نتائج كويسه في فتره قصيره جدا، سواء كان في البطولات او ان احنا يعني رجعنا النادي تاني للبطولات، بس مش بس في كره القدم، في العاب تانيه كتير. وكمان اللي شجعني اكتر واكتر وجود المجموعه اللي كانت يعني اللي هي بتمثل القائمه الموحده، اللي هي اصبحت يعني مجلس اداره نادي الزمالك لمده 4 سنوات ان شاء الله. فالمجموعه كلها هي مجموعه يعني متجانسه متناغمه، عندهم قدر كبير من التوافق والتفاهم، ده بيسهل عليك طبعا في الايه في المستقبل ان انت تتعامل وان انت تقدر ايه تبقى مركز في شغلك. ما خفتش من الانتخابات؟ يعني حضرتك راجل مجالك مش في الحته دي، وانتخابات صعبه جدا، والنجاح مش بالقائمه، يعني في الاخر فردي، فممكن النهارده اخش مع قائمه بس يكون في تكتلات اكتر. بص، في الاخر في الاول انا يمكن طلعت البرنامج قبل كده قلت ايه، قلت انا لو نجحت طبعا هبقى يعني هبقى مبسوط، انما لو ما توفقتش مش هبقى زعلان يعني. في الاخر وفي الاول انا هبقى حابب ان انا اخدم نادي الزمالك، سواء انا كنت موجود في المجلس او بره المجلس، ولو انا كنت ما توفقتش وكان في مجلس موجود وحب يستعين بيا في اي حاجه انا ما كنتش اتاخر. فبالنسبه لي الموضوع بسيط، انا عندي حياتي يعني، والموضوع بالنسبه لي مش ما كانش يعني صعب، كنت قابل النتيجه تحت اي ظرف، ما عنديش مشكله يعني.